تبغون اختبار لنعومة السيارة شوفوا المطبات عند فرعهم، اختبر السيارة. يعني انت خارج من مركز الصيانة تسوي اختبار للسيارة هنا كل المسامير راكبة ولا لا؟ والله ما شاء الله مطبات كبيرة بس السيارة ناعمة ناعمة ما شاء الله تبارك الله. طيب بسم الله هنجرب السيارة هذه. طبعا هذه سيارة كهربائية بالكامل EQS. شوفوا تدرون هذا الشيء ايش هنا تحطوا موية المساحات لان ما تقدرون تفتحون غطاء المحرك الا عن طريق الصيانة، لانك ما تحتاج تفتح الغطاء، ما في شيء تسويه هنا. شوفوا تصميم الجنط، هذه خلفيتها كهربائية بالكامل واول تجربة لي، يعني اول مرة حجرب سيارة كهربائية بالكامل. وهذه داخليتها، شوفوا الخشب طبعا هذه تعتبر S-Class بس الكهربائية. شوفوا الإضاءات المحيطية ما شاء الله تبارك الله. هنا المقاعد الخلفية أهم شيء المساند موجودة. شوفوا في سماعات حتى في السقف. طبعا هنا اللون الازرق مع بنفسج والله ما ادري لون غريب بس جميل، وهنا الابيض اللؤلؤي عشان تشوفوا ملامح السياره. السيارتين زي بعض بس في اختلافات في القوه، فالسياره اللي بنجربها ان شاء الله اقوى. يلا توكلنا على الله. بسم الله يا هلا والله. السياره شغاله الان؟ لا. اوكي شوفوا نشغل من هنا ما شاء الله، شفتوا حركة الإضاءات الترحيبية. طيب الآن السيارة شغالة بس ما في أي صوت، اللهم صوت المكيف. طيب بسم الله نربط الحزام. بسم الله مقبض الحزام في له إضاءة شوفوا باللون الأحمر. جربنا سيارات هايبريد وإلى آخره لكن أوكي دركسون كهرب. طيب القرار المعروف لسيارات مرسيدس. بالنسبة للتحكم بالمقاعد ما تتحرك بس اللهم تلمس كده لمس، كل شيء لمس يعني بس كل اللي عليك تلمس الشيء ذا. فبسم الله توكلنا على الله. شوفوا ما شاء الله يا الخريطة صلاة على النبي. وعندك هنا شاشة إضافية للراكب لو حاب مثلا يا ريت تعطيني معلومات كافية عن السيارة، أنا ما عندي أي معلومات عنها. أكيد أكيد ما شاء الله. أول شيء لاحظت إنه نعومتها ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم السيارة هذه تعتبر من فئة الإس كلاس بس كهربائية بالكامل، فبالتالي أكيد الراحة تكون مطلقة. طبعا إذا ما في معلومات كافية حقولها لكم اعذروني، لأن السيارة بنجربها فالموضوع تجربة قيادة أكثر من إنه إيش سرد مواصفات. ان شاء الله انا اقدر افيدكم باللي اقدر عليه ان شاء الله. ول 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب كيف حنروح كده يمين؟ مو مشكله اليمين اللي بعده. اوكي بعدين نرجع من ورا الحائط. ايه صح ناخذ مربع على المعرض. اوكي تمام. انطباعي ما شاء الله التورك صلاه على النبي. عندك هذه الاي كيو اس 580 بتعطيك 523 حصان حلو و 853 نيوتن متر قوه دفع. ما شاء الله تبارك الله. دفع رباعي صح؟ نعم الاي كيو اس ال 580 تجيك دفع رباعي فورماتيك، اما ال 450 ما بتجيك، بتجيك دفع خلفي. دفع خلفي جميل. السيارة ما شاء الله هدوء نعومة، ففعليا فيها فخامة الاس كلاس وبزيادة كمان. في البروجيكتر اقدر اشوف عن طريق البروجيكتر كل الهيدز اب ديسبلاي. ايوه ما شاء الله كم قياس البروجيكتر هذا؟ انا شايفه ممكن كم مرة كبير ما شاء الله. هو من ما شاء الله يعني كل انطباع عنه كان يعني كل الناس بتقول انه اول مره يشوفوا هيدز اب ديسبلاي بالانفورميشن بالحجم هذا. حجم كبير وفعليا يعني العدادات كلها هنا مفيده جدا. ايوه حفاظ على المسار، مثبت السرعه، السرعه الرقميه. هذه شاشه الراكب. ايوه اوكي ما شاء الله مع المطبات جدا ناعمه. اوكي عندنا لما تشتغل شاشه الراكب هذه يعني تقدر تتحكم بالملاحه بالهاتف، عندك الراديو
والوسائط ايضا. مثلا لو حطينا الملاحة عندك هنا ما شاء الله شاشة جي بي اس وهنا واحدة ما شاء الله، يعني الان اقدر امشي بالشحن الموجود 566 كيلو. اي نعم. اوكي المدى حقها والله اخذت مطب مره كبير، بس ما شاء الله ولا حسيت. ما شاء الله ما حسيت ولا حسيت ما شاء الله، اصلا نسيت موضوع المطب. ما شاء الله تبارك الله. المدى كم يوصل ما شاء الله؟ هذه اذا شحنتها فل تعطيك تقريبا 740 كيلومتر. حلو. ومن الشحن من 0 الى 80% طبعا هذه بالارقام حتعطيك اياها بشحن الدي سي. أيوة. اللي هو حيكون متوفر في محطات الشحن او مثلا في المولات. أيوة. من 0 الى 80% تعطيك اياها ب 35 دقيقه. ما شاء الله هذا الشحن السريع. هذا الشحن السريع اللي أيوة. هو يعتمد على كهرباء دي سي. ايوه. اما اللي هو يعتمد على كهرباء اي سي بيعطيك من 0 الى 80% بتقريبا 5 ساعات ونص. بس سؤال، يعني واحد لو جاب يسافر مثلا 1500 كيلو 2000 كيلو. ايوه. ايش حيسوي؟ في الحالة هذه في الوقت اللي احنا فيه هيئة النقل لسه شغالة على الانفراستراكشر حق محطات الشحن. جميل. عندك في الرياض فتحوا ما شاء الله تبارك الله محطتين. حلو. ولسه يعني شغالين بالتوسعة. طيب فرضا الشحن السريع، معلش المقاطعة، تفضل. الشحن السريع الان جيت لاحدى المحطات عندي مثلا 50% من الشحن. يصير انا اشحن مثلا 50% خلال كم؟ نص ساعة؟ اقل باذن الله. اوكي يصير أقل. مثلا تاخذ بريك قهوة. أيوه، شاي. أيوه، والامور. أيوه. هذه يعني اذا مثلا انت. ايوه نعم. ايوه نعم. اذا ان شاء الله لما يفتحوا المحطات الشحن الكهربائية. أيوه. على طرق السفر طبعا. أيوه. الان شركة مرسيدس هي اول شركة تم السماح لها ببيع السيارات الكهربائية بشكل رسمي. يمين يمين. ولا والله ما اعرف اذا هي اول شركة في السعودية سمحوا لها، بس انه مصرح لها بالبيع الان. نعم نعم. يعني الان السيارة هذه ما بنجربها بس، وانما نقدر نشتريها كمان. اكيد نعم. أيوة. اكيد تقدر تجي قسم المبيعات وتوصل السيارة على يعني الاوبشنز اللي انت حابها. ايوه. وتطلبها وان شاء الله تجيك. طبعا في خيار ان نفصل السيارة زي ما نبغاها، نضيف خيارات. ايوه نعم. ايوه يعني. ايوه نعم اكيد. جميل جميل. طيب اتمنى التجربه نالت اعجابكم. صراحه تجربه سريعه، بس اكثر شيء لفت انتباهي يعني هدوء السياره. انت معزول. أيوة. من هنا يمن. نعم. انت معزول تماما عن العالم، غير كذا النعومه صارت كذا. فما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية. الله يعافيك. ما تعرفنا عليك. معك عبد الرحمن بدر. عبد الرحمن يعطيك العافية، خليتك كاميرا مان. الله شكرا لك. عفوا عفوا حبيبي. يسعدك ربي. آمين.